my gosh. واخدة كده اوبا، مش عارفة اطلع منين يا فطيري. بسم الله. بصي بقى الجمال، ايه ده يا ربي، ايه ده وده ايه ده؟ صوري يا بنتي، صوري الجمال، شايفين ايه ده؟ تحية كبيرة لكل عشاق الفطير، وطبعا تحية كبيرة ليا، عملت لكم النهاردة المشلتت بطريقة سهلة واقتصادية وبالمية والدقيق، وزي ما انتوا شايفين، وكمان صورته لكم لايف. بصوا بقى عامل ازاي، يجنن يجنن، طري خفيف. ما دخلت الفرن كان بيتنفخ زي الخبز بالظبط، كأنه خبز. النهاردة انا استخدمت الميزان وهعمل كيلو من الدقيق، وطلعوا الكمية اللي انتوا شايفينهم. نزلت بالدقيق، عليه السكر، البيكنج باودر، ذرة من الملح، اقلب المكونات دي مع بعض، وهنزل بمية دافية عليهم وازود السرعة شوية بشوية. زي ما انتوا شايفين بنزل المية شوية بشوية عشان اقدر اتحكم في القوام اللي انا عايزاه لحد ما الاقيه. هنا بقى نزلت بمعلقة ونص من الزيت، اول ما الاقيها كلها لمت كده وبقى المكان مكانها نضيف، مفيش حاجه لزقت، اعرف ان العجينه بتاعتي خلاص. بتاخد حوالي 4 دقايق او 5 دقايق عجن، مفيش، بقول لكم سهله 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 يا ناس. واول ما اطلعها امسكها اعمل عليها ستريتش كده بايدي حوالي دقيقه، واتاكد ان هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا بتلم مني ازاي وما بتلزقش في ايدي، وتقدر اشكلها زي ما انا عايزه. وعشان اتاكد ان انا عملتها صح، بمجرد ان احط صابعي عليها الاقيها علمت، في الحاله دي تبقى هي صح. هروح لفاها بالشكل ده ودهن وشها زيت واغطيها بالبلاستيك راب واحط فوطه واقول لها جود لك، خدي بريك نص ساعه وهرجع لك بقى تاني بعد نص ساعه، هسيبها ترتاح تمام عشان اقدر ان افردها او اقطعها. هنا هاخدها بقى بعد ما ارتاحت شويه واروح مقطعاها. بصوا عشان تعرفوا ازاي ارتاحت، بصوا بتعمل استريتش ازاي وانا بخرجها. بصوا الجمال بتقول انا جاهزه اعملي اللي انت عايزاه فيا. سلمت امري لله، عملت نصحه وقلت خليهم كلهم يطلعوا مقاس واحد، مش كل مره اعمل واحده كبيره واحده صغيره، المرة دي هطلعهم مقاس واحد ووزعتهم بالشكل ده بشكل حلو عشان اما اجي افردهم ما يبقوش فيهم تجعيد او كلاكيع. ودهنت الوش الزيت نباتي عادي وغطيت بالبلاستيك تاني ونزلت عليه بالفوطة وسبتها ترتاح نص ساعة. يبقى كده خد حوالي مني ساعة، ساعة كاملة. حقيقي سهل جدا، مفيش منه في اي وقت خالص. على فكرة كل ما ترتاح كل ما يبقى افضل. وبعدين رجعت لها فردتها بايدي كده، بصوا مجرد ان احط ايدي واخدها شكل داير ما يدور بتفرد وتملى المكان كله. انا اتفاجئت بيها، والحقيقه بقى انا طماعه، قلت يا ريتني كنت عملت كيلو كمان عشان ادي الحبايب، اصلي دول مش يعني انا دخلت على واحده وقت التصوير، وعلي ابني الله يهديه ويحفظه يا رب دخل هو كمان عمل تيست رغم انه ملوش في الحاجات دي، بس لما لقاني يعني في اغراء. بصوا بتفرد ازاي، هبتدي اشدها بالراحه. عايزه اقول لكم حاجه حلوه قوي، وانت بتفردي العجينه بتاعه الفطير افردي من الحروف الاول تمام، امسكي الحروف كده افرديها الاول واضغطي عليها، افرديها بصوابعك عشان ما تبقاش تخينه، وما تدخل جوه الفطيره تبقى مجلده وتبقى الطبقه تخينه تحسي انك بتاكلي عجين. لا خليكي ناصحه وافرديها بصوابعك
تمام. الفطاطري بقى هنا بيعمل ايه؟ لبعد ما بيفردها ويجي خالص يجهزها بيروح قاطع الحروف. ليه؟ لاني عارف ان هو مش هيعرف يدخلها جوه لانها تخينه. انت عايزه تقطعي الحروف اقطعيها، بس لو انت عملتي زي ما انا قلت لك فردتيها صح مش هتحتاجي تقطعيها. ودهنتها الزبده بالشكل ده، وكل ما اقلب طبقه ادهن زبده، كل ما اقلب طبقه ادهن زبده اللي يناسبك. اعملي عايزه تحطي زيت، زبده، سمنه، قشطه، والله انت حره، كل واحد على قد قدراته، تمام. وربنا يوسع على الجميع ان شاء الله. ولفتها بالشكل ده اللي هي اللفه العاديه المعروفه. اللفه التانيه بقى مش هعملها كده، هعملها حاجه تانيه خالص، لفه انا بعشقها حقيقي، بس دي اسهل حاجه عشان اي حد يعملها بسرعه بالشكل ده. هذه الصاج او الصينيه اللي هشتغل عليها واحطها ايه واغطي عليها لحد ما اخلصهم كلهم مع بعض. كنت انا هنا مشغله الفرن على حاجات تانيه، دي التانيه بعد ما فردناها نفس الشيء هعمله، بس هنا بعد ما هفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصوا شفتوا بضغط ازاي على الحروف عشان ما تبقاش مكلكعه وجامده من جوه، تبقى ناشفه وهدهن عليها. حلوه اني افتكرت دلوقتي ان كل ما تدهني زبده وانت بتفردي بتفرد معاكي بسهوله، بتفرد اول ما تحطي زبده وتعملي بايديكي كده ايديكي بتجري عليها، عارفه لما يبقى معاكي بطيخه وترميها كده على الارض تلاقيها بتجري لوحديها مجرد زي الكوره، هو ده بالظبط. رحت لميتها على بعض وابتديت اسحب واعمل استرتش كل رول. بص كل ما اسحب كده رول والف في دايره، اسحب رول والف، اسحب والف، كل لفه بتعمل استرتش وتعمل طبقه، ان انا لما اجي افردها تبقى هي طبقات طبقات طبقات. خطيره، حلوه قوي، خطير مشلتت، هو خطير مشلتت. وده شكلها، كانت بتقولي كوليني كده. كل الفطاير طلعوا بالشكل ده. حقيقه ما كنتش عايزه انزل لكم الفيديو كله، بس عايزه اوريكم العجينه قد ايه خطيره، اي حد بيبتدي يقدر يعملها. ما حدش علمني ازاي اعمل الفطير ده، بس انا بحبه، ويعني لما بحب حاجة بحب ان انا اعملها بطريقة صح ومظبوطة واقدمها بطريقة سهلة. هنا دخلت بقى على اول واحدة عملتها بعد ما خلصت كله، ما خدش حقيقي حقيقي ما خدش 10 دقايق اللي هم الفطير كله وانا بفرده بالشكل ده، ده كنت مبسوطة. هنا اول واحدة اشتغلت عليها هبتدي افرد فيها، وبعدين التانية والتالتة عشان تكون ارتاحت بعد ما انا فردتها ودهنتها بالزبدة. وانا كان خلاص الفرن عندي كان سخن، الاول سخنته على 200 وبعد كده نزلت درجة الحرارة على 190، بيقعد حوالي نص ساعة كلهم مع بعض بيدخلوا في السيم تايم. وحقيقي حكاية، بصوا بقى كله كان خارج كده، كان عامل كده، كل ما النار تبقى مظبوطة تلاقي كله ملى بالشكل ده كأنه خبز. حقيقي ما كنتش عارفة أعمل إيه، أصبر عليه إزاي. بصوا بقى أول ما خرج من الفرن رحت مدياله رشة مية كده سريعة، مش كتير عشان ما يبقاش عجين، مجرد تاتش كده مية، ورحت مغطية يعني. بصوا عامل إزاي اللي بعديه، غطيت عليه عشان يطرى، عشان الحروف دلوقتي خارجة من قرمشة. أول ما رش عليه شوية المية البسيطة مجرد تاتش كده وغطي عليه، يوم البخار بتاعه يحافظ عليه ويخليه مطري. لو لقيت الوش باهت شوية من المية ممكن تدهني الوش زبدة، تمام، بس ما تزوديش مية، اوعي تبهدلي اسمها ايه، تبهدلي الفطير بعد ما خلصناه. الله الله الله، زنا بقى بالشاي والفواكه وجهزنا العسل، وده شكله حكاية والله العظيم. كان نفسي في حد بحبه من أصحابي أوديله فطير، بس الواد علي ابني دخل يعني قطع في الفطير ما خلاش حاجة سليمة، وياريت يعني خلص عليه، لا يعني عايز اعمل تيست، فاكر ان كل واحدة ديفرنت فليفر، المرة الجاية بأحشيه. بصوا عامل ازاي، يا الله يا الله، حقيقي كنت مبسوطة قوي قوي وانا بعمله، والله يجنن يجنن يجنن. سهل بسيط، هقول سريعا المقادير: كيلو من الدقيق، نزلت عليه معلقه ونص من السكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، ذره من الملح يعني حوالي نص معلقه ملح، تمام. بصوا شكله عامل ازاي. عايزه اقول ايه تاني، الميه دافيه وتنزل بالتدريج لحد ما تعملي القوام اللي انا عملته. انجوي، تابعوني على قناتي التانيه وصفحتي على الفيس. Oh my God.
شاء الله. يلا ماما عليها زر. Oh my gosh.